مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ناشد أحمد الزفزافي الملك بالتدخل لإطلاق سراح معتقل حراك الريف مشيرا إلى أن عدد من ضل وراء القضبان من معتقل الحراك يصل إلى 24 معتقلا وقال الزفزافي الأب في بث مباشر ليلة أمس بالفيسبوك أناشد رئيس الدولة إطلاق سراح المعتقلين إنهم 24 معتقلا على خلفية حراك الريف يكفي ما عانوه منذ الاعتقال حتى الآن، واستغرب والد ناصر الزفزافي منع مدير سجن طنجة لناصر من الحديث في الهاتف مع والده وقال: هل يعلم المدير العام لإدارة السجون بذلك؟ من جهتها قالت والدة الزفزافي نحن نحب وطننا ولم نقبل لا نحن ولا أولادنا أننا نريد الانفصال وأضافت أنتم من تريدون الانفصال ولسنا نحن أنتم من اتهمتمونا بالانفصال أما نحن ففي بلدنا وليس لنا بديل عنه أولادنا طالبوا بحقوقهم في الشوارع ولم يطالبوا يوما بالانفصال نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب